السلام عليكم. في حال قيامك بفورمات للكمبيوتر فإنك لن تجد الصوت، ولن تجد إشارة الواي فاي، ولن تجد عدة تعاريف أخرى. فلاسترجاع هذه التعاريف بعد الفورمات نقوم بالذهاب إلى موقع درايفر بوستر ونقوم بتحميل ونمي صفحة التحميل. سأترك لكم رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف، ثم نقوم بتحميل هذا البرنامج درايفر بوستر. فهو يحتوي على 20 ميجا بايت فقط، حيث أن هذا البرنامج أو هذا الذي يقوم باسترجاع لنا التعاريف بعد قيام بفورمات للكمبيوتر. نقوم بتحميله هنا. بعد انتهاء من التحميل نقوم بتثبيت باختيار اللغة، نقوم باختيار اللغة العربية، ثم لك الاختيار في اختيار لغتك، ثم نضغط على تثبيت. حيث هنا إخواني مع هذا البرنامج يأتي به برامج، مثلا لبرنامج نزع ملفات الضارة من الويندوز، فنحن لا نريد هذه البرامج. فنقوم بالضغط على No Thanks، يعني لا نريد، ثم نضغط على Next، وبهذا يقوم البرنامج بتثبيت أو يقوم الويندوز بتثبيت هذا البرنامج. حيث هذا البرنامج كما قلنا إخواني هو يسترجع جميع التعاريف الخاصة بالكمبيوتر، مثل بطاقة الصوت، بطاقة الشاشة، بطاقة الواي فاي. نقوم هنا بالضغط على No Thanks، يعني لا نريد، وبعدها البرنامج بعد انتهاء من التثبيت نضغط على Scan، فيقوم بسكان للتعاريف غير موجودة على الكمبيوتر. أما أنا إخواني هنا في هذه الحالة فقد قمت بتثبيت تعاريف، فتظهر لنا إبضات فقط، يعني تحديد تعاريف. فأما أنت إذا كنت لم تثبت تعاريف من قبل ستظهر لك التعاريف غير مثبتة على الكمبيوتر. مثلا نحن هنا لدينا تعريف الصوت أو عدة تعاريف هنا، مثلا هذه مثبتة قد ثبتها من قبل، فأما أنت تخرج لك غير مثبتة. مثلا هنا تعريف صوت فيديو أند جيم، هذا التعريف غير مثبت على الكمبيوتر. فأنا هنا أقوم بإبديت، يعني تحديث هذا التعريف. بعد البرنامج إخواني استرجع كل التعريف غير موجودة على الكمبيوتر، يقوم بالتحميل بنفسه من الموقع، من موقعه الخاص، وبعد تحميل من الموقع فهو يقوم بتثبيت التعريف بنفسه أوتوماتيكيا. ننتظر هنا حتى يتم تحميل هذا التعريف. فهو يسترجع بطاقة الشاشة، بطاقة الصوت، وبطاقة وكل شيء للتعريف خاصة بالكمبيوتر، ويقوم كذلك إخواني بتحميلها. وتستطيع أن تضغط هنا على أوتوماتيك ريستارت بي سي، يعني بعد انتهاء من التحميل يقوم بإعادة تشغيل نفسه بنفسه. يعني لك الخيار في ذلك. وبهذا إخواني قد نكون قد استرجعنا جميع التعريف الخاصة بالكمبيوتر عبر هذا البرنامج درايفر بوستر. فلا تنسوا إخواني الاشتراك ودعم القناة، والسلام عليكم.